كل الخضار غالي. ده اول حاجه نتيجه ارتفاع الدولار. انا فلت حاليا اسعارها بقت ارتفع، الدولار بتاثر عليه، وده نتيجه الاقتصاد بتاعنا اللي واقع. يعني بلد ما بننتجش، فلازم ننتج عشان الامور تستقر والاسعار توصل لمستوى كويس. طماطم دلوقتي الاسمده غاليه، والاراضي الزراعيه الفلاح بيأجر الاراضي الزراعيه الفدان ب 8000 جنيه. 8000 جنيه عنده اجر عماله ومصاريف عليه عاليه جدا، والانتاج احيانا ما بيجيبش 50% لان بيعوز مبيدات حشريه مبيدات حاجه، وكل المبيدات اللي جايه من بره مسرطنه ما فيش فيها، ما بتديش القفل صح. فيها الطماطم بس، هي في الطماطم بس، مفيش حاجه خالص، كلها غالي، مفيش خضار، الخضار غالي، معلش الخضار غالي، المترو عايز اسعاره غاليه، عايز المترو 5 جنيه، 5 جنيه ايه؟ والناس رايحه تاكل، احنا مش رايحين ناكل، خلاص احنا هنشحت ونقعد في البيت كده نشحت، السيسي، السيسي خلانا نشحت. احنا لو قلنا الطماطم ده يعني تبقى شيء من اشياء، الحاجه عماله تزيد بغلاء غير متوقعه. يعني لما يكون لقمة الفقير بتوصل بالشكل ده، يعني كده احنا بندمر الناس وبنخلي الناس بتبقى تحت الصفر، مش على الصفر، ده بقى تحت الصفر. النهارده الناس ماشيه والشباب ماشيين، تبص في وشوش الناس تحس الشاب النهارده كانه راجل عنده 60 سنه وماشي مش داري بنفسه، من كتر ما هو بيعاني من حياته ومن عيشته ومن اللي حواليه. فاصبح النهارده الحياه بقت صعبة جدا ولا تطاق. والله كله بيقول لك، حتى بتاع الخضار بيقول لك الدولار. طب الدولار ايه اللي دخله في الخضار؟ فيجي يقول لك لا، ما احنا بنجيب سولر وبنشغل بيه المكن، والسولر بيجي بالدولار وبيجي. بس للاسف احنا هنا مفيش قانون رادع ينظم الاسعار، ولا في مراقبين، الكل قاعد في مكاتبه وكل قاعد ما بيتحركش، ما بينزلش الشارع ويشوف الوضع ايه. ظبط الاسعار ده، حكومه فاشله.